نديم. لكل سم مادة تعكس أثره، وكل قصة حقيقية هي قصة لا تنتهي. عندما يعرف الإنسان أن أمنيته لن تتحقق أبدا، ربما سيظل يتمناها لسنوات طويلة طويلة جدا، لأن هذه هي طبيعة الإنسان التي لا يمكن التحكم بها أبدا. ولكن عندما تظهر فجأة إمكانية تحقيق الأمنية التي لطالما كان يرغب بها، حينها سيتمنى لو أنه لم يتمنها أبدا من قبل في حياته. لأن الشيء الذي كان يتمناه هو كارثته، والشيء الذي كان يكرهه هو نجاته. جميلة، جميلة.